تحياتي. المرة دي هكلمكم عن مشكلة بيسألني عليها كتير من الستات، بالذات المتجوزين بعد الحمل، بس في برضو بنات بيسألوا عليها، وهي مشكلة الستريتش مارك. وبرضو بيسألني عليها شباب اللي هم الرياضيين، الجلد بيشق، الجلد لما بيشق طبقات الجلد كلها بتشق. الأول بيبقى لونها أحمر ودي سهل علاجها، بعد كده بتبقى أبيض ويبقى صعب علاجها. ممكن اهتمامنا بالرياضة، ترطيب الجلد، شرب المياه الكتير بالذات مياه جوز الهند، الترطيب 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 من الحاجات الأساسية اللي تجنبك مشكلة الستريتش مارك. وصلنا إلى مشكلة الستريتش مارك وعايزين نعالجها. الكريمات ما بتجيبش النتائج المرجوة، لكن لو استخدمنا الديرما بين في البيت مع شوية فيتامينز زي فيتامين سي أو حاجات بتحفز الجلد وتعمل ريجوفينيشن لخلايا الجلد، هتساعدك على تجنب مشكلة الستريتش مارك. حصلت المشكلة وعايز علاج أكتر من كده، بنروح بقى نلجأ إلى حاجات أكبر وأعمق. موضوع إن إحنا نعمل ديرما بريجن صنفرة، نعمل ديرما بين اللي هو الرباعي الأبعاد، وننزل 3.5 ملي عمق الستريتش مارك أو الشق نفسه، بنحقن بلازما تحت الجلد في المنطقة نفسها اللي فيها التشقق، وبنلجأ إلى حاجة اسمها مايكرو ليدلينج راديو فريكوانسي، اللي هو الإبر الراديو فريكوانسية، اللي الإبر عبارة عن ذهب دبل كوتد بينزل فيه الجلد، يحفز خلايا الجلد، ينقله من إنه جلد بقى مشقوق ميت إلى جلد تاني حي يمسك في بعضه. مع حقن البلازما بيرجع تاني إلى الجلد تاني يمسك في بعضه ويبقى شكله أفضل مما كان عليه قبل كده هوت. طبعا الرياضة مهمة جدا علشان تحافظ، ما تنزلش وزنك ولا تعلى وزنك بمرة واحدة وفجأة، عشان ده كمان بيساعد على مشكلة الستريتش مارك. ودايما انتوا معانا أحلى وأحلى، وخليكوا أحلى.